اهلا بحضراتكم من جديد، وحديثنا المتواصل عن الحدث العالمي الابرز على اجنده الامم المتحده، وهو المنتدى الحضري العالمي اللي بتستضيفه القاهره حتى يوم 8 من نوفمبر الجاري. يوم امس افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى في نسخته 12، واعلن عن اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للمدن الذكيه، وايضا عن اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتحضر الاخضر، وده بهدف تعزيز الجهود الوطنيه في مجالات التحضر. المنتدى بيضم حوالي 600 حدث مختلف بيركز على توطين اهداف التنميه المستدامه. في هذا الاطار حققت مصر في السنوات الماضيه انجازات كبيره في مجالات العمران والتنميه الحضريه بما يتماشى مع اهداف الاستراتيجيه الوطنيه رؤيه مصر 2030. تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة جدا، ويمكن على رأسها كانت مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق غير المخططة، إلى جانب مبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وأيضا مبادرة سكن لكل المصريين، واللي بتعتبر أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل. خلال فقرتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم بشكل مفصل عن المنتدى وعن أهميته عالميا، وكمان عن أهمية استضافة مصر ليه باعتبارها أول دولة إفريقية من 20 سنة كاملة بتستضيف هذا المنتدى، واعتباره فرصة لعرض تجربة مصر التنموية والعمرانية. كل ده هيكون في وجود ضيفنا في الاستوديو الدكتور إسماعيل الشيمي أستاذ التخطيط العمراني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، ويعني إحنا قدام حدث مهم مصر بتستضيفه على أراضي الوطن كأول دولة إفريقية لمدة يعني قبل 20 عاما كان في دولة إفريقية، الآن مصر تستضيف هذا الحدث العالمي. لو تحدثنا عن أهمية هذا المنتدى، وخاصة أنه فرصة أنه مصر تستعرض يعني تجربتها في العمران وما قدمتهم من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية، كيف ترى أهمية هذه الفرصة وانعكاستها كمان على فرص الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دي فرصة عشان نعرض للعالم احنا عملنا ايه في الفترة دي، ومصر لها تجربة فريدة متميزة جدا جدا لانها لها وزن. مصر ذات ثقل، اذا قلنا مصر ميم صدره، لا ميم صدره دي حاجة كبيرة جدا جدا، كل الناس لازم تعي وتدرك أهمية هذه الدولة المحورية والمركزية على المستوى العالمي. فإحنا بنبرز هذا الكلام، وإحنا مش محتاجين إن إحنا نعمل دعاية لأنفسنا، ولكن هي أنفسنا بتيجي بطبيعة الحال بالنشاط. الناس كلها ترى الطفرة الكبيرة اللي حصلة من بعد ما تولى يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تولى فانتهت فترة الركود وابتدت فترة الاندماج العالمي والإعلان لكل الناس مين هي مصر، مين هي مصر، عشان التجربة دي تناقش عالميا ويستفاد منها بشكل كبير. فمصر شيء كبير جدا جدا، والطفرات اللي حصلت في فترات صغيرة جدا ده تعتبر مؤشرات على نجاح سياسة فخامة الرئيس. فخامة الرئيس بيبرز مصر بشكل كفيل بأنه يعرف العالم مين هي هذه الدولة المحورية. العالم كله بيقتبس من هذه الدولة، بيقتبس من تجربتها الناجحة في مجالات كتيرة ومجالات العمران بصفة خاصة. في تحديدا مجالات العمران زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور إسماعيل، مصر ليها تجربة فريدة جدا في القضاء على العشوائيات غير الآمنة، يعني بشكل الحقيقة كان الناس متصورة أنه مستحيل أنه يحدث، كنا خلاص تعايشنا مع هذا الأمر باعتباره أمر واقع من الصعب جدا تغييره، والآن انتقلت إلى محاولات إصلاح الأوضاع في المناطق غير المخططة. عايز أسأل حضرتك عن إزاي مصر بتقدم هذه التجربة من خلال هذا المنتدى والتركيز المصري، لأنه فعلا حققت حاجات زي ما حضرتك ذكرت كانت من شبه المستحيلات خلال العقد الماضي. نعم، هو في الحقيقة تجربة لو رجعنا بالماضي بتاعنا من حوالي مثلا 15-20 سنة، مصر كانت في دمار وليست بيئة آمنة للحياة الكريمة أبدا، كانت عشوائيات وعشوائيات وعشوائيات في كل المجالات. الآن يعني نفينا كل هذه السلبيات وأضفنا إيجابيات تعتبر علامات على طريق التحضر والعمران. والتحضر والعمران عايز أقول إن هو أشياء كتيرة جدا، من أول تخطيط عمراني سليم يستند إلى ويرتكز على يعني نواحي ضرورية علمية كبيرة الشأن وعظيمة القدر، والآخر بعد ما أشيل كل القديم ده أفرش فرشة جديدة خالص أقول هي دي مصر، هي طبعًا. دي مصر، يعني أنا ببرز بلدي مش محتاجة، ولكن أنا لازم ألقي الضوء على النجاحات اللي حصلت في الفترة السابقة
والنجاحات دي تولاها شخصية محترمة جديرة بكل احترام وتقدير مجتمعي وعالمي زي فخامة الرئيس طبعا الإرادة السياسية السيسي بالضبط. طبعا دكتور إسماعيل، يعني ذكرت أحد المحاور المهمة وهي قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، نعم، وما حدث من تطور خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص العمران، وأيضا القضاء على المناطق العشوائية والمناطق الخطرة الغير الآمنة، والآن نتحدث عن يعني المدن الذكية والتطور الرقمي. لو سلطنا الضوء على هذه النقطة تحديدا وما تم فيها من تطوير يعني كالعاصمة الإدارية طبعا والعالمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، يعني احنا بنتكلم عن 22 ولكن دول أبرزهم. أبرزهم هي فعلا العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة العالمين. أنا كنت في منطقة العالمين قريب جدا، شفت طفرة غير مسبوقة بكل نوايات هذه الكلمة، يعني غير مسبوقة بمعنى أن أنا تحضر كما يجب أن يكون التحضر وليس تحضر عشوائي، كل حاجة مقننة منظمة مرتبة حسب معايير عالمية يقتبس منها العالم ويقتدي بها حتى تكون هناك طفرة حقيقية وننقل التجربة إلى مجتمع العالم كله يشوفه هذه هي مصر، هذه هي مصر. فده اللي حاصل، فاحنا محينا القديم كله بالكامل بكل عشوائياته بكل سلبياته وأضفنا إيجابيات يقتدي بها العالم، لأن التجربة بس كيف يعني يقتبس منها العالم. فالتجربة مبنية على أسس وعلى حضارة وعلى علم وعلى فكر وعلى دراسات اجتماعية ودراسات يعني في كل المجالات. أنا بشتغل بشغل منظم يعني يقتبس من خلاله تجربتي، فأنا تجربتي بقدر أنقلها للعالم بشكل كل العالم شايفني أنا في منطقة في بؤرة العالم. مصر لما أقول مصر يعني مليون كيلو متر مربع، يعني موقع متفرد يعني متميز يعني 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 كل هذه الأشياء تتيح لي أن أنا أنقل هذه التجربة والكل يقتدي بها بالتأكيد. وعن التجربة المصرية وعن مشاركة مصر المهمة في هذا المنتدى وعن ما يتم تحقيقه واستفادة مصر وما هو متوقع في هذا المنتدى من هذه المشاركة، هنشوف مع حضرتك هذا العرض المعلوماتي ومع المشاهدين ونرجع مرة تانية. اتفضل يا فندم. عدنا من جديد مشاهدينا مع دكتور إسماعيل الشيمي أستاذ التخطيط العمراني، ويعني إحنا لسه مكملين الحديث عن هذا الحدث العالمي المنتدى الحضري في نسخته 12، وهناك الكثير من المحاور التي لابد التركيز عليها. لو تكلمنا عن إطلاق استراتيجيتين وطنيتين من قبل الرئيس السيسي يوم أمس في خلال من خلال كلماته التي شاهدناها يوم أمس، ماذا تحمل يعني فيما يخص المدن الذكية والتحضر أيضا الأخضر؟ ماذا سنتابع خلال الفترات المقبلة من تحضر؟ حقيقي الهدفين دول هدفين ساميين جدا ويستفاد منهم عالميا. أنا عايز أنقل تجربة مصر، تجربة مصر تجربة عريضة جدا تمام لابد أن يقتدي بها العالم، لأن مصر دولة محورية مركزية موجودة بطبيعة الحال في بؤرة العالم. بؤرة العالم الرئيس السيسي إداها زخم وإداها هذا المكان وقوى هذا التوجه أن تكون مصر وجهة عالمية، تكون وجهة عالمية، وهي بالحقيقة
تستحق أن تكون لها هذه الواجهة العالمية، تمام؟ بتجربة عريضة جدا جدا انتقلت مصر من إلى، من عالم عشوائي متدني عمرانيا في بنيته التحتية وبنيته الفوقية، بنيته التحتية أقصد بها الطرق وكل ما هو شبكات خدمات، والبنية الفوقية كل ما هو مباني فوق وش الأرض، يعني خط الأرض ده هو الخط الفاصل بين تحت وبين فوق. فأنا في الآخر يعني استندت إلى قيم ومبادئ مرتكزة على دراسات وعلى فكر مؤسسي، فكر مؤسسة مش بشتغل عشوائي. أنا نقلت مصر إلى مكان أن يقتدى بها، إلى ما يمكن أن يقتدى به وتكون مثال لنجاحات كثيرة جدا، والعالم يقتدي بهذه التجربة الفريدة المتميزة الغنية، تجربة غنية جدا جدا. أنا استندت فيها على كل الأسس وكل المبادئ اللي أنا عايز أنقلها للعالم، فأنا بنقل أفضل صورة لهذه الدولة المحورية المركزية. يعني حضرتك بتتحدث عن الدولة المحورية والمركزية باعتبار مصر دولة يعني بتمثل هذا الأمر في إقليمها، وعايز أسأل حضرتك هنا لأنه في إشادات دولية كانت موجودة بتنظيم مصر لهذا المنتدى، وكان يعني على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوم أمس أيضا، وتحدث عن أن هذه النسخة هي الأعلى من حيث عدد المشاركين، وإحنا بنتكلم عن حدث هو تاني أكبر حدث بتنظمه الأمم المتحدة. الموضوع ده إزاي بيبرز النقاط اللي حضرتك بتتحدث عنها، عن أهمية دور مصر، عن حجمها في إقليمها، وأيضا عن الحمد لله يعني الاستقرار، مش هنتكلم بس كمان عن التجربة الحضرية الفريدة، ولكن الاستقرار والأمن والأمان اللي بتتمتع به في ظل هذا الإقليم المطرد. أنا بهيئ بنية مجتمعية سامية قادرة وفاعلة ومؤثرة، بنقل هذه التجربة فبتكون يقتدى بها، يعني لما بنقل تجربة يقتدى بها لازم تكون أفضل التجارب، فدي تجربة حقيقي بارعة جدا جدا وذكية جدا جدا من رئيس ذكي جدا جدا يستطيع أن تتبوأ مصر من خلاله، من خلال وجوده على رأس هذه الدولة المتميزة، يعني مكانة حضارية عالمية يقتدى بها. أنا عايز أكون أنا نموذج، فأنا كيف أكون نموذج؟ له أشياء كتيرة جدا وله محددات كتيرة جدا أستند إليها في نقل هذا النموذج يقتدي به العالم، ده من حيث المبدأ. فأنا استندت على كل ما هو علمي وكل ما هو مؤسسي وكل ما هو ناجح إن أنا أنقل مصر من مكان متدني إلى مكان سامي ينظر إليه العالم بفخر وسعادة إنه هذا التطور وهذا الحدث يتم في جمهورية مصر العربية التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الحقيقة دكتور إسماعيل الإشادات الدولية دي بتشير إلى أن مصر قادرة على استضافة هذه الأحداث الكبيرة طبعا، وقدرتها على التنظيم والاستضافة، خاصة أن في أعلى نسبة مشاركة مقارنة بالسنوات الماضية. لو تكلمنا كمان عن أهمية هذا المنتدى، ما الذي سيغير فيما يخص ملف الاستثمارات الذي توليه الدولة أهمية كبيرة؟ يعني مصر تحاول جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن احنا قدرنا أن احنا نحقق نجاح وطفرة كبيرة خلال الفترات الماضية. ما المتوقع منه؟ الشراكات الدولية ماذا ستغير؟ وجود حلول مبتكرة، وأيضا فيما يخص القطاع أيضا الخاص وتعاملاته مع القطاع العام. حينما أعرض تجربة مصر العريضة جدا المتميزة جدا، فأنا بعمل أدفرتايزنج وبعمل دعاية لهذه الدولة يقتدي بها الآخر، وأجذب من خلالها كفاءات ومجالات استثمارية، وبفتح طرق لرفع كفاءة هذه البيئة النامية الجميلة التي تبوأت مكانة عالمية عظيمة القدر بسبب حسن التصرف في عرض هذه البيئة الجميلة وجذب المستثمرين ليها، فبقت أصبحت عنصر جذب وعنصر نماء عنصر تحضر يقتدى به على المستوى العالمي. فأنا إزاي عرضت هذه التجربة ودفعت الآخرين أنهم يشاركوا معايا، وجذبت هذا التشارك وهذه التجربة الفريدة أنهم ينموا معي نتشارك في تنمية هذه الدولة المحورية المركزية عظيمة القدر اللي اسمها مصر. هي الحقيقة أن التجارب الحمد لله المصرية الفريدة اللي عملت نقلات عظيمة جدا في مجالات كثيرة مختلفة عديدة ومتنوعة على مدار العشر سنين اللي فاتوا، لأن احنا دلوقتي بنتكلم عن الحضر، عن العمران، عن القضاء على العشوائيات، عن البنية التحتية، عن الطفرة التي حدثت في حتى التصنيفات العالمية لمركز مصر فيما يتعلق بالمؤشرات المختلفة في القضاء على فيروس سي، حتى لو هنروح لمجالات أخرى طبية، المبادرات الرئاسية المختلفة،
حياة كريمة وما تحدثه من فارق الإشادات الدولية العظيمة، تجارب عديدة جدا ومصر فعلا تقدر أن هي تنقلها إلى دول أخرى كي تستفيد منها، وحصل وطلب من مصر يعني تطبيق تجاربها في عدد مختلف من الدول. كل الشكر لحضرتك، شرفتنا وسعدنا جدا بوجود حضرتك الدكتور إسماعيل الشيمي أستاذ التخطيط العمراني. هذه الكوكبة الجميلة، شكرا لحضرتك. عفوا، احنا سعداء بوجودك. إبراز فكر مؤسسي عالي جدا جدا وتجربة ناجحة جدا جدا يقتدي بها العالم القاسي والداني، لأنه التجربة ليست لها مثيل من دولة محورية تتبوأ مكانتها العالمية وتستطيع أن تكون مركز للرفاه العالمي وارتفاع قدر الدول من فشل إلى نجاح وقمة النجاح. أنا كنت في يعني نموذج مشرف نستطيع أن نقدمه للعالم بأكمل. دكتور إسماعيل، في كل التجربة المصرية فيما تقدمه من كل النواحي، بشكرك جزيل الشكر دكتور إسماعيل الشيمي، وشكر موصول أيضا لزميلي باسم. شكرا يا باسم، تحياتي لك يا مرو، وتحياتي أيضا لكل متابعي إكسترا نيوز في كل مكان. بنشوفكم بكرة مع مواضيع وأخبار جديدة، نراكم غدا بإذن الله، وإلى اللقاء.